السلام عليكم خوتي، اخوكم حميد دوجور. على غير العاده الموضوع تاع اليوم بون عنده علاقه بالطيور، هذه اكيد، لانه ما كاش موضوع نقدموه ما يكونش عنده علاقه بالطيور، ولكن راح نوعوا شويه نزولا عند رغبه الكثير من المشتركين توعي. طلبوا مني خويا حميد مثلا الهندباء البريه ولا نبات القريض اللي هو هذا سانسون. قالوا لي خويا حميد كيفاش تزرعه، كيف تتم عمليه زراعته. الامر ما يتطلبش حاجه كبيره، ما يتطلبش كما نقولوا ادوات كثيره ولا كبيره، ما يتطلبش مهاره، ما يتطلبش خبره، ما يتطلب والو. نامبورت واحد، كل واحد يقدر يغرس هذه الامور هذه في المنزل. وامور اخرى ثاني قلت لكم خاوتي، انا نسلكها شويه، الحمد لله نسلكها شويه بوطانيك في هكا في الغريس تاع النباتات هذو، من الحمد لله. يقول لك اللي قلبو مليح من في الطيور يسجى وفي الحشيش يسجى، هذا ما كان بون. بدون اطاله، الطريقه سهله جدا جدا جدا، هي فيها طريقتين. الطريقه الاولى انك تروح للبريه، تسمى تروح للطبيعه كما نقولوا، راك جايز في غابه ولا في بلاصه فيها هندباء بريه، تصيب فيها القريض وتصيب فيها الهندباء البريه. المواضيع تاع القريض والهندباء البريه راهم في قناتي، اللي يحب ما يعرف عليهم ويطالع عليهم. بون، الهندباء البريه والقريض سهل جدا انك تغرسها بانواعها، يعني سهل انك تشتلها بانواعها. قلنا تروح للغابه مثلا تلقاها هكذايا نبته تاع قريض نايضه، اللي هي هذا سانسون، تلقاها نايضة. نحاول نزومي لكم ونوضح وش راح تصيب. راح تصيب فيها أوراق، راح تصيب فيها أزهار مغلوقة، وراح تصيب فيها أزهار مفتوحة، وفيها مثل هاد القطن، هاد الحاجة اللي دايرة كي القطن هكذا، كيما هادي هنا، هاديك كتشوفوا فيها، هاي بذرة، سبحان الله، هاي بذرة تاع قريض. واش نديرو حنايا؟ راح نريكيبيريو هذيك البذور، راح نحاولو انو البذور هذيك اللي جايه كي الصوف هذيا اللي كتشوفوا فيها نريكيبيريو. هادو هما البذور، هادو هما الصح اللي راح تزرعهم في المنزل. ها، حاول انك تحصل على هادوك البذور كلهم. ها، وهي بذور رقيقه وصغيره، ونبته القريض سبحان الله مام تكون نبته صغيره تمد بذور، مام تكون قد هذه هكذا صغيره تمد بذور. ها، قد هذه يا تمد زهرها بذور. ها، ها مره دوك نسيت نحكمهم، ها ليك، هاي ليك، هاي بذره، هاي بذره اخرى، هادو هما اللي راح تحتاجهم. وبالك دير هذا الامر، في هذا الامر يتطلب انك ديرها ما يكونش الريح، باسكو الريح حيديهم لك، خفاف بزاف هما البذور تاعهم. كيما انا هنايا كيكون كي راني زارعهم، كيطيح هذاك البذور نصيبهم في الاسس الاخر، الاسس اللي يكون على الجنب هكذايا. هامليك، هام وراهم، شفتوهم وراهم، هامليك، هام وراهم، هادو اللي دايرين كي الصوف، شغل كي القطن. ها، هادو هما البذور تاع، سواء هادو ما كان هادو بذور تاع قريض. انايا واش ندير من بعد؟ نجيب بابي مشوار هكذا، ورق مطبخ ولا هكذايا. ها، نديرهم لتم، هاكو تشوفوا فيهم هذوك النقاطي، هذوك هما هاد النقاط، هادو هاد النقاط هذيا هما البذور، هاكو تشوفوا فيهم. ها، هادو ما نحاول اني هذاك بابي مشوار نبقيهم لداخل، نطبقهم هكذا لداخل هكذايا، نطبقهم هكذايا مره واحده فقط هكذايا، ومن بعد نحطهم على الجانب. نقدر نكتب بذور قريض مثلا باش تشفى، باش ما تتلفلكش. نفس الشيء بالنسبه للهندباء البريه، استنى تشوفوا، او عندي هنا اصيص تاع هندباء بريه، هاوليك تاع نبته القريض واحد اخرى معمر بذور، الله يبارك. شوفوا هنايا، شوفوا هذايا، هاوليك نجمعهم، يعني هذه هي الدوره تاع نبات القريض. ها، نحاول اني نحكمهم كاع، ها نديرهم الداخل، ها
يعني حاجة سهلة، سواء في البرية قلنا الطريقة الأولى أنك تجيب البذور هذوما هكذا، يا تجيب هذه البذور هكا، ولا تجيب شتلات صغار يكونوا مثلا قد هذوما، شتلات يكونوا كما أنا هذو ناضو عندي، شتلات يكونوا قد هذوما هكذا يعني صغار، جيب شتلات صغار، جيب قد ما تقدر، قد ما صبت ها مليك شتلات صغار هكذا، يا هاي لك شتلة صغيرة تجيبها ومن بعد تنقلها ديرها في التراب هكا، وحاول انك تنزعها بالتراب تحت، ما تنزعش غير النقلة، نحيها هي والتراب شوية اللي مغروسة فيها، يعني حاول انك تخليها في ترابها، فهمتوا خوتي؟ هذه نقطة مهمة بزاف. هاي لك تاني بذور، شوف جاية كي الصوف هي وفيها حبات شكون رمادية لداخل. قلنا الطريقه الثانيه انك تجيب شتله صغيره هكذايا وتغرسها في اسيس وراي تطلع، هاي تطلع كيما نقولوا. قلت لكم نزيدو نديرو نفس الشيء بالنسبه للهندباء البريه. الهندباء البريه عندها بذور هي ثاني، البذور هذه هاي ليك مثلا كيما هذا انا نشوفو فيها هنا، هاي وراهي اصلا زينها وتزومي، هاي لك هذه فيها بذور، هذه اللي جايه هذيك هام البذور تاعها، هذه جايه كي القطن، هاي شفتوا هذيك الورده، هاي هادو من الداخل هام البذور، البذور تاعها لونها بني، ها سنودي ايوه هام بذور تاعها، هاد البذور هما الصح، هادو لونهم بني، نفس الشيء يعني نريكولتيهم نجمعهم هكذايا، نجمعهم مام كي ديروهم بالريش تاعهم كيف ها هاكو تشوفوا فيهم هذوك البذور، هذوك البذور نجيب ورقه اخرى يعني امر ما يطلبش حاجه كبيره، نفس العمليه هاهم لك البذور تاعي، هذا نبات القريض، دقيقة برك دوك نولي، قلنا نفس الشيء، راني كتبت هنايا قريض هاوليك، وهنايا مثلا كتبت هندباء، تسمى الناس اللي ما يشفاوش ولا باش ما تتلفلكش، هنا هندباء. والهي ها قريت من ها هكايا باش تعرف، نفس العمليه تاع مقبل، نحكم هذيك البذور ها، حاول اني نفرقها ننطرها متفرقه، يعني بعدها شويه هاي ليك، ودور رقيقه تكاد وتورات، تسمى رقيقه كما راكم تشوفوا هنايا، هذه هندباء بريه هام البذور تاعها، نغلق عليها هنايا. دركا عندي امور وحلول بزاف، اما نروح نجيب مثلا علبه كيما هذه كيما تاع عواد قطن الاذن، هذا كوتون تيش هاي ليك، هذه تصلح ما شاء الله، هذه هي ندير فيها هذاك كوتون تيش هذيك الهندباء، نديرها هكذا لداخل وندير مقدار من الماء سعيدة، انا نحب نخدم بالماء المعدني، ما نحبش نخدم بالماء تاع العين تاع الروبيني، باسكو فيه الكلورين، هذا فيه الكلور تسمى، فيه مادة كي اللي فيه في الجافيل هذيك قادرة تقتل، ها غير شوية، ها انا شوف كيف المقدار، ها هذا ما كان، نحاول اني نخرج الهواء هذاك باش البذور هذيك تتشمخ لي، هذيك ما تخافوش من الكتيبه تقعد تصلح، هاي نديلها هكايا باش نبقي الحراره لداخل، نغلقها، وهذه راهي مثقوبه يعني تجي هي دور اللي تجي مثقوبه فيها ثقب، الا ما فيهاش ثقب حاول انك تثقب، دير ثقب 3 إلى 4 ثقوب باش للتهويه، باش ما يفسدوناش هذوك، ونفس الشيء للقريض، ونقدروا ماشي كل حاجه نديروا لها علبه، ها هاني زدت درت القريض معها، وشنو ما نزيرش عليه،
ولا شتو روحكم راح تخلط لكم، ديروا كل واحد يدير كل حاجه فيه في عفسه هكذايا. ها مليك البذور تاعنا تشمخوا، ها مليك نغلقوا لهم ونحطهم في مكان ماشي في السمش، ماشي في مكان حار بزاف، ماشي في مكان رطب بزاف، نحطهم في مكان حتى نشوفوهم داروا الروشيم هذاك، خرجوا الروشيم تاعهم يعني، وتبدا تظهر الاوراق الصغيره الاولى وراهي سريعه النمو، لان البذور هذه الله يبارك شوفوا تم تلقاوها ولات هكذا. بعد ما تولي هكذايا نبته صغيره هكذا شتله كيما نقولوا، واش نديروا الشتله تاعنا؟ نجيبوا كيما نقولوا بابي موشو، نجيبوا لي غوبلي اللي هما كؤوس مخصصه للشرب مره واحده. الغوبلي لي غوبلي هذوما، هذيك الشتله نديرها هنا، نديرها في الغوبلي ونخليها تكبر. كي تلحق لي طول تاعها مثلا 10 سنتيم الى 12 سنتيم هكايا، تشوفوها لحقت الله يبارك هكايا. لتما واش نديروا لها؟ لتما نحكموا الشتله تاعنا كيما راهي. النقطه الحساسه اللي كنت حاب نهضر عليها من البدايه، استنى شنو ديكاجي برك، هذوما هي تحضير التربه. تحضير التربه راح يكون سهل 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 جدا. عندك تربه عاديه مخصصه للغرس تكون عاديه، يعني نحطوا لها شويه غدار اللي هو كما تقول انت تراب الاحمر حوالي مقدار هكذايا، نحطوا لها الدبال اللي هو لو تيرو هو الصح، الدبال اللي هي التربه الدباليه هذيك، ونحطوا رمل كيما هذا رمل البحر يكون نظيف هكذايا. ما نحبش نمس بيدي باسكو التراب يمرمدني، اللي ما يحبش يمس التراب بيدو ولا يشوف بلي راح يتمرمد ولا يدير قفازات كيما هذه هكذا، وتخدم التراب تاعك يعني تخلط هذيك المواد وتنزع الحاصه اذا كان حاصه. ها حضر التربه تاعك ما شاء الله، تربه يعني تكون نافوده ما تكونش تربه اللي معمره غدر بزاف. كي تصيب هكذا حجر حاصه هذا ما ترميهش، خبيه لانه راح نسحقوه في حاجه واحده اخرى، نسحقوه مثلا في الدريناج. الحاصه راح نديروه هكذا، نديروه في القاع تاع الاسيس هذاك تاعنا باش يسهل عمليه مرور الماء وخروجه منا، باسكو الماء الا ما خرجش وقعد داخل الاسيس تاعنا سقينا بزاف راح تتعفن الجذور وراح النبته تمرض وتموت. هكذا قلنا نواصلوا هكا، شوفوا الترب هاو الدوبال، شوف الدوبال يجي اسود بني الى اسود هايا، نخلطوا مليح التربه تاعنا ها كيما راكم تشوفوا. كي تحس كاين حاصه نحي هسه هكذا حاصه نحي، هي باش زعما تغرب الاولى كيما تحبها، هذا شيء اختياري ماش كيما يقولوا حاجه كبيره كيما يقولوا بعض المعلقين، ما راهوش علم كبير علم الطيور ياك واش عليه. هنا واش راح ندير؟ نسبق حاجه واسمها الحجر كيما كنت نهضر. صبرتوا عندي شويه، انا عندي شويه حاصه، عندي حاصه عندي عفايس بزاف ماشي غير حاصه. بون كيما انايا نستعمل حاصه، نستعمل هكذا اصداف كوكياج، استعمل برك ها اللي عندك ماشي لازم ما ماشي شرط، هكذا يكفي هذا المقدار يكفي. بون بلا ما نطب الزه ها نرفد ها نقص شويه المقدار تاعي ها، شوفوا شحال درت تقريبا نصف الاسيس. واش نروح ندير هنايا؟ نروح نجيب الاسيس تاعي الاخر هذاك تاع الهندي باء اللي كنت غارسها، كي نشوف قلنا لحقت 12 سنتيمتر الى هكذايا، شوفوا واش ندير. ندير صبعتي هكذا غير بالعقل بلطف، نقلب الاسيس تاعي نطابوتي شويه، واش ندير؟ اوب نحي هذاك الغوبلي كيما راهي بترابها، ما نحيلهاش ترابها كيما راهي، نحاول اني نشوف العلو تاعها هنايا راهو بزاف، واش ندير؟ نقص شويه تراب ها، ونقص مقدار تاع التراب هنايا، هذا هو الطول المطلوب. هنا واش ندير؟
نكمل نعمر نكملها نعمرها تربة اللي راني راح حضرتها ها بلا ما نغم النبته تاعي وبلا ما نكسرها ولا غير بالعقل ها نسي ندير هكذا باش يحبط شويه التراب تاعي ها ايوا سقمها باش تجي في الوسط كيما راهي نحيلهاش المهم علاش قلت لكم مقبل كي تصيبوها في البريه حاول الماكسيموم انك تجيبها بالتربه تاعها يعني ما تنحيهاش من تربتها باش ما يقيسش الجذور الهواء ولا قاسهم الهواء يموتوا ومن بعد كي تشوفها زاد كبرت الله يبارك كبرت كبرت بيان هذه رانا نقولناها شوفوا الشكل تاعها النهائي كيف راهو داير ومن بعد كي تزيد تكبر لي مليح يعني تكبر المقدار مثلا الطول هذا استناو نحي هذه التربه ما هاي لك كي نشوفها كبرت لي مليح يعني طول تاعها تجاوز ال 15 سنتيمتر الى 20 سنتيمتر هكذايا شوفوا هذه الله يبارك كبيره هذه التما نزيد ننقلها بنفس العمليه من هذا من هذا الاسيس هذايا راكم تشوفوا فيه الى هذا الاسيس الكبير هكذايا بنفس العمليه كيما راهي نقلبها نطابوتي شويه نكون وجدت هذا بالحجر لداخل بالدريناج باش ندير دريناج نعمر مقدار تاع تربه نحط هذاك اللي نحيتها نحطها مباشره ونكمل نزيد عليها التربه واحده اخرى جديده اللي راح نغرسها فيها ما نحيلهاش خاصه التربه تاعها يعني التدرج راح يكون سبحان الله شوفوا هكذا تكون في اسيس في في قوبلي هكذايا ننقلها لهذا من هذا ننقلها لهذا الكبير وفي الكبير هذايا الله يبارك راح تولي ما شاء الله شوفوا كيما هنايا راني داير وهذا تقدروا تعاودوا تستعملوها وشنو الشرط يكون النقطة مهمة يكون مثقوب من تحت هكذا يكون مثقوب باش الماء يخرج ما تنساش تثقبوا هذاك الكوبلي اي اسيس لازم يكون مثقوب من تحت لازم شرط هذه كيما هذا وكي تغرسوا وتعاودوا تغرسوا وتعاودوا راح يكون فيه تسلسل يعني شوفوا هكذايا من الصغير للكبير شوف تكبر هذه تمد البذور وتمد الازهار تاعها وتموت تلحقها هذه تمد البذور والازهار تاعها وتموت تلحقها هذه الاخرى صغيره كي تولي لي كبيره في مثلا في اخر موسم الجانفي ولا فيفري ولا تبدا تروح من الطبيعه انا تما لازم نكون ذكي واش ندير ها واش ندير نروح نخبي ان شاء الله مقدار من البذور للموسم ان شاء الله الا كنا حيين القادم نخبي دائما البذور تاع نيمبورت كال بذره غرستها باش المره الجايه ما نروحش نجيب من الطبيعه نغرس ديريكت من البذور هذيك اللي خبيتها ها نفس الشيء انا عندي الكاردير هنايا هاي الزريعه تاعو هاوليك راهم فقود وناقص بزاف في بلادنا هاوليك هاوليك هذا انتاج تاع العام الماضي اللي درتو ها نمد منه مديت منه مقدار ياكلوه ومقدار نخبيه باش نغرس به هذا العام ان شاء الله البذور هما الصح تخبي البذور تاعك نفس الشيء لهذاك الدوار الشمس دوار الشمس هاوليك مقشر هذايا هاو النتيجه كي تغرسوه مليح في الدار علاش مليح تغرس الهندباء البريه في الدار لانه حاشاكم ما فيهاش البول تاع الحيوانات وحاجه مقيه حاجه تبقى مقيه وراهي في متناول يدك يعني انت تسكن في باطيمه ما عندكش جنان قدامك الله غالب ما تقدرش تروح الغابه جو سي با الحل هذا هو الحل هذا هو تغرس تزرع هكذا في في البالكون تاعك في الشرفه في الفتاقه في المنزل تاعك شتلات كيما هادوما وتبدا تعتني بهم راح تدي خبره ان شاء الله في البوطانيك انا كيما نايا قلت قريض درت شلاطة فريزي هاي ليك سلطه شلاطة فريزي ماشي باش ناكلها انايا دوك هذه كي تكبر كل يوم كي نحب نحي الطيور نحي زوج نجيب المقص ونقطع نقطع نوجد الطيورين نقدم لهم نعطي لهم باش ما يخصنيش الشلاطه هاي ليك نوع اخر من الهندباء البريه هدايا نوع اخر اللي عنده الورقه عريضه هاوليك عندي اسنان الاسد دون دي ليوني وعندي هذا اللي تجي ورقه كبيره عريضه يعني نوع ماشي غير شتله واحده هاي ليك ما شاء الله هاي كبرت وشوف هذه 10 ايام تولي هكذا كي تعتني بها الايام الاولى كي تكون في هذا الكوبلي خليها في الظل خليها في البالكون بصح في الظل ما تقيسهاش السمش ديريكت
راح تسقي كي تشوف السطح تاعها نشف، يعني نسقي كي يكون مثلا هكذا كي نمس هكايا نصيبو ماشي ماهوش رطب نصيبو ناشف، نسقي مقدار اكو تشوفوا الكاس هدايا هكا ربع تاعو نحكم ونسقي شويه ما نكثرش الماء، ما لازمش تكثر الماء، رطب التراب تاعها ومشي تغلغلو بالماء حتى يولي خلاص كيما نقولوا. قلنا هاي اللي كاين دي بقى بريه، هادو ما شتلات تاع مانيش حاب نحي باسكو مازال ما ناضش مليح مليح، هادو بدا يطلع، هادو ما حبات تاع حباب كل اسيس في حبات تاع بلوط هاي بدات تطلع، نشوف هنا بدات دير الاسمو تاعها هاوليك بدا يخرج الروشين تاعها. هادوما انا كي يولوا هكا الطول تاعهم 15 سنتيم هكذاك نروح نديهم للغابه ونغرسهم تسمى لله في سبيل الله. هادو اشجار بلوط، عندي اشجار بزاف. هادي ثاني نفس النوع تاع هذاك الهندي بقى البري، علاش نحبو باسكو معمر بالبيتا كاروتين، تشوفوا اللون الاحمر هدايا هذا ما شاء الله كي يكون لون احمر هكذا، وهذا رهيف خفيف راه فيه ديجا بودور تاعو هاي ليك، هاي البودور تاعو نزيدو لك بريوها هاو قمل المن سبحان الله، شوفوا وحده يجي فيه قمل المن وحده كي تحطوه في البالكون منين يخلق منين يخرج الله اعلم، هاو ليك قمل المن هاوليك. هذا يقولنا عليه باللي فيه بروتين فيه فايدة للحسون هاوليك سبحان الله، قمل المن أوراه هاوليك يجي هو ينوض وحده يجي وحده في الهندباء البرية هاوليك سبحان الله. هاني عاود رديت لتما قمل المن هدايا حشرة ما تأديش بالعكس هي حشرة تفيد الحسون. زيد شتو قمل المن خوتي هاوليك سبحان الله هاوراه كي حطيتو في البالكون منين جا كيف احتاج جا الله اعلم. هاوليك تاني نفس النوع عندي شتلات منو عديدة، وهذا تاني راه فيه قمل المن هاوليك هاوراه سبحان الله حطيتو غير في البالكون جالح. عندي نوع واحد اخر كيما هذا هاوليك هدايا هذا قاستو شويه السم شوفوا كيفاش دبل، ولكن يعاود يربروني يعاود يطلع هدايا كان تقيسو شويه السمش شوفوا واش يصرالو، وبالعاني خليته باش نوري لكم كي تقيسها السمش نبته كي تقيسها الشمش شوفوا تصفر شويه يعني هذا اثر تاع السمش هاوليك، وما تسقيوش بزاف بزاف بزاف. عندي نوع من سلطه البريه، كاين واحد شلاده بريه هاي ليك هاي ليك تشبل هذيك الفريزي تجي طويله عليها تجي هكذايا، هذه ثاني نغرسها انا للطيور هاي ليك هذه ثاني نغرسها مليحه ثاني ما شاء الله. ايضا هاي ليك سلطه فريزي توجور هذه الله يبارك شوفوا كيفاش راهي ناجحه شوفوا كشي طالعه هاي ليك. هذوما البذور كاين ارسلهم لي خويا صوفي خويا اسمه بلال تاع اللي راهو في المانيا، بلال سماتي اللي نحييه بزاف بزاف، كل ما نقول له خصني دواء سواء لبنتي ولا للطيور ولا شحال يحب يساهم كيما يقولوا يساهم في التربيه تاع الطير والبحث تاع الطير والبحث عن الامراض، وهذا ثاني فريزي هاي ليك هادو ما بعض من البذور اللي ارسلهم لي هاني غرست بهم هذا العام ان شاء الله. عندي شلاضه نورمال عاديه كان عندي بذور خس هاي ليك هذه عادية سلطة كيما سلطة اللي نقولوا لها حنايا شلاضة الخس هاوليك هاي تطلع هاوليك ما شاء الله صغيرة ومن بعدين نقولها باش تكبر. عندي تاني دائما هاوليك النقلات هادو تاع لاليتيو مع الفريزي هاوليك هندي بري الله يبارك هذا اللي يجي النوع اللي فيه يجي حمر شوفوا غير شي لبان لكم هذه هي معمره بالبيتا كاروتين هذه هي تقوي التحميره تاع الطير تساهم انها تقوي التحميره تاع الطيور. هادو هما الشتلات اللي عندي راني دايرهم في الشرفه في البالكون عادي يطلعوا وهكذا صغار تقدروا ما تسناش حتى تكبر كاع كل يوم نحي لها ورقات ورقه زوج باش ما تضرهاش باش ما تنحيهاش كاع تهلكها قدم سواء هنديبا ولا كيما يقولوا السانسون اللي هو القريض كيما انا الحرايق ما نغرسوش في الدار الحرايق نجيبو من برا عندي طفله نخاف تمسو يحرق لها يدها
لأنه هو ما يرحمش الحرائق. على كل حال النتيجة النهائية اللي تحصلوا عليها وشنو هي من بعد هاد الشتلات قاعدي؟ كاين حاجة تفرح، حاجة اللي قلنا للناس اللي تخدم وما عندهاش وقت، الله غالب ما عندوش وقت يروح الغابة ولا ساكن في باطيمة ما عندوش سيد غابة قدامه أصلا. وش النتيجة النهائية؟ نتيجة اللي تفرح وصافي بليزير، نتيجة اللي تفرح وصافي فريمون بليزير. عندي تاني قلت لكم عندي قناة تاع البوطانيك تاع الغريس هكا تاع الورد وشجر وهاد العفايس، ان شاء الله من بعد نطلقها. مازال ما درتش فيها فيديوهات، راهي كيما يقولوا في طور الانجاز والتحضير، من بعد ان شاء الله. كيما هادي ثمرة افوكادو، شوفوها ثمرة افوكادو هاي لك، غرستها في كاس، هاي لك خرجت الروشي نتاعها، خرجت هذاك الجذر تاعها من تحتها اللي كنتو تشوفوا فيه. من بعد واش ندير انا؟ ننقلها نحيها، بس نجيب عفسه نطلعها بها هكذا. هاي لك، هذه ثمره افوكادو اللي حبي يغرسها في الجنان تاعو، سهله بزاف. ها بعد نوريكم كيفاش تغرسوها. هاي خرجت الجذر تاعها دوك، بما انها خرجت الجذر هذايا من بعد نحضروا لها تربه ان شاء الله. شوفوا حتى لمن نديروا لها الماء. الماء يعني لا يتجاوز هذا المقدار، ما يتجاوزش هذا المقدار، ما يطلعش لفوق، غير يقيسها غير من تحت. كاين اللي يثقبها بالليكيور دون، انا عندي كاس هكذا، عندي هذه الطريقه ناجحه 100%. هاي وراهي النتيجه النهائيه باش نختموا الموضوع ما نطولش عليكم، خاصة الناس المقلقة اللي تقول لك ما تطولش وكذا. هاي لك نتيجة نهائية، يعني الصيص كبير ما شاء الله، يدير الورد وكلش. هاوليك كيفاش داير تاع هندبة برية. هذا ما كان له نحبط الغابة ونروح نجيب من الغابة، نروح غير للشرفة تاعي. واش ندير؟ نجي لهنايا نحي من تحت الورق هذوك الكبار، شوفوا بالك الحليب تاعو. ما نحيش غير من وحده. شوفوا كيفاش تنحي منها. مثلا انا نحب كي نعطيكم حاجه نعطيكم كل بالديتاي بكلش، دوك نوريكم في دقيقه واحده كيفاش تنحي منها. عمليه القص كما فهمتكم راح تكون عمليه سهله جدا. راك تشوفوا مثلا هذه النبته هنايا رانا نلاحظوا كاين الساق وكاين شغل البر عمره ويخرج، ها هو راهو، وكاين ورقه منا. انا واش نقص عندي لو شوا اني نقص هنا، ها نحي هادي باش نخلي البرعم هذاك من بعد هو يكبر، ونقدر تاني نزيد كل وسمو نحيلو. ها خلي له البرعم اللي موراه، ها هكذايا، ونزيد نروح نشوف نحي هنايا مكاش براعم. علاش؟ باش ما تهلكش النبته تاعك، باش تخلي لها لا شونس انها تعاود تكبر مره اخرى. كيما هاد الكبار نحي على روحك، ها هادو اللي جايين كبار بزاف، ها كيما هاديه باش ما نضرش النبته تاعي. صاديبون شحال عندك طيور، عندك واحد، عندك زوج، عندك 10، عندك يعني الطير كي تنحيلو. وحبيت نقول نقطه ثاني في اخر كلامي، المقنين سواء في البريه ولا في القفص ما ياكلش هاد الورده الصفراء، ما ياكلش الورده هي، ياكل البذور اللي داخل الورده. واش كيحلها هو؟ يكون ياكل فيها، ما ياكلش الورده الصفراء، لكن ياكل البذور هذه اللي راهي داخل الورده. هاي بذور ناضجه، ها واش ياكل هو؟ ما ياكلش لا القطن هذاك، واحد ما يجي غلطك ولا، ها واش ياكل هو؟ ياكل هاد البذور اللي كاينه لداخل، هاد البذور البنيه اللي كاينه لداخل. هذا ما كان ماشي ياكل الورده، ياكل الزريعه، هو ياكل الورق وياكل الزريعه لداخل. هاي لك. نتمنى الموضوع هذا يكون فادكم، نتمنى خاصة الناس اللي طلبوه مني، وخاصة الناس اللي ما عندهاش كيفاش تروح الغابة تجيب بذور هندية، تجيب
الهندباء البرية. هاي ليك هاو ليك في الدار هنا في الشرفة يعني مقيد، تحب تشلو غير هكذا خفوفي وتقدمه له ولا تقدم يعني تطير المقنين وحده هكذا تكفيه، ورقة هكذا تكفيه المقنين، ما كان لحتى تديله كبة ولا شجرة ولا هكذا. أخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.